طيب انا كنت بقول في الانترو انه الملل عدو الحب. فعلا ليه بيحصل ملل بعد الجواز ولو ان كان في وهج شديد جدا في الخطوبه؟ مين عايز يجاوب على السؤال ده؟ هدير تجاوب بقى. ليه حصل ملل يا ماما؟ ولا الرجاله هي اللي بتمل؟ ليه حصل الملل وجايين نشتكي للناس؟ المسؤوليه بين الطرفين هي اللي بتبوظ اي علاقه يعني، فلازم الاثنين يكونوا مسؤولين. لا في مسؤوليه وكل حاجه، لكن بيحصل ملل، مفيش الكلام الحلو اللي كان بيتقال في الخطوبه. عشان بيثبتونا بقى في الاول، بيبقوا عايزين يرتبطوا كلهم، بيقولوا كده في الاول على راي عمرو كده في الاول، وبعدين بقى خلاص يعني بيبتدي بقى كل حاجه جديده ليها. انت بيحصل لك ملل؟ ايوه طبعا بجد. اي حاجه جديده ليها حاجه كده، زي نفسي في عربيه. بص الزغره اللي جنبك خدت بالك؟ ايوه انا مش عارفه. نفسي في عربيه، فبتقولي لجوزك نفسي فيها، ونفسي في عربيه وفرحانه بيها وتتصوري فيها، بعد خلاص بقت عاديه. طب ممكن اعرف منك حاجه؟ تشبيه. انتوا دلوقتي انت بتعمل كونتنت يعني صانع محتوى، بتفكر يعني بتعمل ده ازاي؟ او ايه بيبقى مثلا عندك زي كالندر او زي كده توقيتات، اليوم ده هنزل كذا، اليوم ده كذا، ولا زي ما بيجي لك الفكره؟ على حسب الحاله بقى. احنا النهارده في حاله مثلا نيو يير، نعمل فيديو عن نيو يير، نعمل حاجه كان ساعتها ترند، موضوع سأل فوقيك، فكان دي ترند قوي، فعملنا فيديو عليه. فعلى حسب الحاله. مره فضلنا نتكلم، حد بيقول لك انت ازاي انت وهدير متفاهمين قوي وبتضحكوا، فعملنا فيديو بنتريق على نفسنا، احنا متعورين في وشنا. طب الله اكبر بقى عشان العين والحاجات. طب اسمع يا محمد، هدير بتقول هو بيشبهني بالعربيه، يعني ان انت بتجيب عربيه جديده وبتمل منها بعد شويه، فبتقول لك بيشبهني بالعربيه. هي الست لما تبقى في غلاوه العربيه دي تبقى حاجه عظيمه قوي، مش كده؟ بيقول لك يعني الراجل بيفتح لها الباب عشان خايف لا ترزع باب العربيه. مش حبا فيها، مش حبا في الست، هو خايف على عربيته الجديده بس، حرصا على الباب. ايوه صح، حرصا على الباب، او لسه مخطوبين بقى دي فيفتح لها الباب وبتاع. بس في ناس بتهتم، في ستات تهتم بالحاجات التفاصيل دي، في ستات عقلانيه اكتر يعني. لما فتح لي الباب، هل انتوا شايفين مثلا انه مشكله الطرفين من البدايه ان هم بيبقوا عايزين يطلعوا احسن ما عندهم في بدايه العلاقه، فكل واحد فيهم بيرفع سقف الطموحات اللي قدامه للسماء، يجي بعد كده مع الحياه الطبيعيه اكيد ان احنا مش هنقدر نحافظ على نفس المعدل او نفس المستوى اللي احنا حطيناه في الاول؟ ليه فابتدي يحصل صدمات بقى. لو احنا في 23 ليه كده يعني؟ ايه مش هنقدر نحافظ؟ هنجيب صحه منين نكلمكم كل يوم؟ بالظبط. في الاول انا معاك، واحد بيبقى متعمد يرفع سقف الطموحات اللي جايه معاه، فبيبتدي ان هو يعلي سقف قوي. ايه ده، انت بقيتي معايا صح؟ انا خدت معايا في صفي. خلاص ايمان كانت بتقول حاجه عشان هو ما يكذبش. ثانيه واحده، هو قال لك هو راجل مش بيكذب. ايوه هو جاي يقول بصراحه. احنا ممكن نمثل عليكم؟ تحب نمثل عليكم؟ لا انا عايزين الصراحه نعمل بقى كده وتلمون وشجر. لا اللي بيحصل على ارض الواقع، عشان زي ما ايمان كانت بتقول سقف التوقعات بيبقى عالي. سقف التوقعات بسبب الفيديوز اللي بتشير بقى، والناس في هاني مون، والله بصي بصي بيعمل ازاي، واخدها ازاي تحت الشجره او بيبقوا عايزين يوروا الاكس. بس هي دي 10 ثواني يا جماعه، الفيديو ده 10 ثواني. وريني كده، اعمل ايدك كده ايه؟ اعمل ايدك كده اصل دوافر. فين دبلتك يا محمد؟ بس هو ده اللي انت ملاحظه. انا بحدي النفوس بس. لا احنا عارفين هو مش دبله. لا عارفه ده معناه ايه؟ ايه معناه ايه؟ يعني لو المعجبات كده يفتكروا انه ايه؟ ثانيه واحده بس، الدبله دي مش كل حاجه يا جماعه. الكلام ده يا جماعه انت مسامحه فيه ولا ايه؟ مش فاهمه. هما عندهم فيديوهات هو شكل الدبله في ايده. لا لا بس ايمان في رجاله كتير. انا متفاهمه بقى يعني. انت معايا والله العظيم. سقف يا جماعه، انت من بتوع بتعملي حساسيه في ايدي؟ بتعملي حساسيه، بيبقى ساعات شكلها وحش. لا طبعا لا وكمان مش بالدبله على فكره، يعني ممكن يبقى لابس الدبله ويعجب البنات. يعني عايزه تبقى مع بعضيكوا انت. عايزه واحد متجوز على فكره يعني. لا بس الناس كلها عارفه. وانا سؤال، لو حد سالني انت متجوز؟ ايوه هقول انا متجوز. هتكسف؟ وبعدين ثانيه واحده، هو ما شاء الله يعني هو معروف على السوشيال ميديا، والناس عارفه هدير. والناس عارفه هدير. طيب وهي واثقه فيه ولا ايه؟ ما تدلي على واثقه فيه بقى، دي نحط بقى تحتيها بقى. استنى بقى ما نسمع. واثقه فيه؟ انا ايه ما سمعتش؟ واثقه فيه طبعا. ايه الكلمه الغريبه؟ يبقى امنه للرجال. واثقه للرجال لحد فين يعني؟ في نسبه كام في الميه واثقه فيه بجد؟ الكلمه دي جديده لانج. نسبه كام في الميه؟ ايوه بتقول الحقيقه، مش كذبه. حقيقه 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 بجد ولا هزار؟ الحقيقه بجد. في ربع عادي ممكن تحط ربع. لا لازم يبقى تدوها فرصه يا جماعه ترد. قول يعني 90% ان شاء الله. طب ال 10% دول راحوا فين؟ ال 10% في الدبله اللي هو قالعها. هي يعني لو لبست الدبله تبقى ثقتك فيه 100%؟ شفت طلعت قلقانه يعني. ايمان سؤال، سؤال. مش في رجاله لابسه دبله دلوقتي اول ما تقابل حد؟ لا او في رجاله لابسه دبله تعمل كده وتخبي الدبله؟ مش بالدبله والله. ما مش صحيح، هي الخيانه صدقيني. لا يعرف يخبي ويحور هيعملها. اقول لك كتير هنشوف.